السلام عليكم. التفكير القديم اللي كان سائد هو انه من الضروري يكون عندكم واحد الموقع الكتروني خاص بكم او تطبيق هاتفي ديالكم باش تقدروا تبيعوا عبر الانترنت. مع ازدياد عدد المنخرطين بين منصات التواصل الاجتماعي وتطور خاصيتها، اصبح البيع اسهل واسرع وبتكلفه اقل. باش نبيعوا على هذه المنصات خصنا اولا نعرفوا كيفاش نتواصلوا عن طريق هذه الوسائل. نوعيه المنصات الاجتماعيه، ماشي جميع المنصات الاجتماعيه بحال حيت كل وحده وعندها التركيز على شكل محتوى مختلف، لا فورم دو كونتوني، بالاضافه لاختلاف الشرائح المستهدفه حسب السن والاهتمامات. الوغ منصات السمعيه البصريه، هذه المنصات تعتمد على الفيديوهات بحال يوتيوب، تيك توك، تويتش وغيرها، واللي تتلزم مهارات خلق واحد المحتوى سمعي بصري كيجذب الفئه المستهدفه ديالك. منصه يوتيوب مثلا تيدخلوا ليها شرائح ديال الناس من كل فئه، ويمكن لاي مشروع يلقى الزبناء. بالعكس التيك توك ولا تويتش لمعظم المستعملين الشباب، فاذا كانت هذه هي الشريحه ديال الزبناء ديالكم فمن الضروري انكم تكونوا حاضرين فيهم كذلك ولو سمحت لكم الموارد ديالكم. بالنسبه للمنصات البصريه، مشاركه الصور والفيديوهات هي الخاصيه الرئيسيه ديال هذه المنصات. نقدروا نذكروا هنا مثلا انستغرام، بينتريست او سناب شات. بالنسبه للمنصه ديال انستغرام هي اكثر شعبيه في المغرب وعندها واحد الجاذبيه بالنسبه للشباب خاصه، ولكن كذلك الفئه السنيه المتقدمه شويه حتى هي بدات كتهتم بهذه المنصه نظرا للتركيز على الصوره. عدد كبير من الحرفيين والمقاولات والشركات تستعملهم للتواصل وخاصه لعرض المنتوجات ديالهم بطريقه جذابه. دونك انستغرام هي واحد القناه فعاله للوصول بطريقه اسهل للناس اللي تيستعملوا الهاتف المحمول، لان التطبيق مصمم خصيصا لهذه الوسيله. دونك انستغرام عندها واحد خاصيه الاشهار، مدفوع الثمن ومنصه تجاريه. ماركت بليس، فكروا في خلق حساب محترف فيه. بيزنس اكاونت باش تستافدوا من الخاصيات الاضافيه. سناب شات كذلك عندها واحد الشعبيه عند الشباب، وعدد من الناس تيقدروا يبيعوا محليا او دوليا المنتوجات ديالهم. بالنسبه لجميع المنصات ممكن الاستفاده من الخدمات ديال المؤثرين لي زانفلونسور اللي عندهم متابعين ضمن ديك الفئه المستهدفه ديالك. دونك التكلفه تتختلف حسب كل الشهره ديال كل مؤثر. منصه عامه سكرابيل جينيراليست، هذه المنصات تتعتمد على شكل محتوى متنوع، واكبرها واشهرها وانتم راكم عارفين اللي هو فيسبوك. هذه المنصه اغلب المشاريع خصهم يتواجدوا فيها. فيسبوك تيمكنكم من استعمال الاشهار مدفوع الثمن لاستهداف الفئات اللي بغيتوا توصلوا لها بطريقه دقيقه، طبعا الوصول لاعداد كبيره من الناس من خلفيات متنوعه، والتفاعل بطرق مختلفه كالصفحه الرسميه ديالكم، فتح مجموعه للمحادثه بخاصيه التعليق او للمحادثه عبر رسائل خاصه، تزويدكم بمعطيات رقمية ونوعية دقيقة بخصوص عدد الزوار، موقعهم الجغرافي، فئة العمرية، نسبة مشاهدة والمحتوى إلى آخره. خاصية تحميل متجركم الإلكتروني على الصفحة الرسمية الفان بيج واستعمال منصة البيع ديال الماركت بليس مجانيا وما غادي تدفع فيها حتى شي حاجة. بالنسبة لمنصة المراسلة بحال واتساب، ماسنجر، تيليجرام، واللي ممكن فيها خلق مجموعات ديال الحديث ومشاركه المعلومات والعروض بخصوص المشروع ديالكم. كذلك خاصيه الواتساب بيزنس هي واحد الوسيله جديده تسمح لكم باش تفتح واحد المتجر الكتروني خاص بكم بطريقه سهله واحترافيه. منصات مختصه، هذه المنصات تيكون عندها تخصص معين بحال مثلا لينكدين، حنا تنعرفوه تيجمع المهنيين، واللي ممكن تكون واحد القناه فعاله لكم باش تلقاو شركاء او اعضاء فريق محتملين، ممولين وكذلك زبناء لو عندكم منتوج او خدمه تستهدف ديك الشركات والمهنيين، اللي هي كذلك وسيله للحصول على معلومات مهنيه وممكن تساعدكم في تطوير المشروع. وكاين منصات مختصه اخرى بحال ديسكورد ولا تويتش اللي تجمع الشباب اللي مهتم بالرياضه الرقميه او لا سكرابيل حنا لو جيمين او لو اي سبورت. استكشاف هذه المنصات اذا كانت هي هذه الشريحه اللي تستهدفوا. بعض الاستراتيجيات العمليه، حاولوا تنظموا المجموعات دي جروب عندهم نفس الاهتمامات ديال مشروعكم باش توسعوا اعضاء الشبكه ديالكم. شاركوا في التعليقات على منشورات اخرى من غير هذا المحتوى ديالكم، وشاركوا المحتوى ديالكم في مجموعات خارجيه
فيها الناس اللي تنتوما كتستهدفوا، ديروا واحد لايك وفولو متابعه للناس اللي تتعتقدوا ممكن انهم يهتموا بالعرض ديالكم. غالبا الناس اللي تيبغيو يعرفوا شكون اللي تيتفاعل معاهم على هذه المواقع هذه. نتجو محتوى جديد على الصفحات ديالكم باستمرار، برمجوا ونشطوا بعض المناسبات سكون ابي لي زيفينمون، عاودوا مشاركه المحتوى قديم مره حالتي الا كان مازال ملائم للظرفيه الحاليه. استعملوا خاصيه الاستبيان لو سونداج اللي دوينا عليها من قبل باش تحفزوا مشاركه المتابعين ويحسوا انكم تتعطيوا واحد القيمه لمقترحاتهم والاراء ديالهم وتاخذوهم بعين الاعتبار. الافضل عدم تشتيت التركيز على عدد كبير من المنصات، ولكن اختيار المنصات الاكثر ملائمه الأهداف ديالكم حسب الاستراتيجية والموارد ديالكم. حرصوا على الإجابة على جميع التعليقات والرسائل اللي تتوصلوا بها، وديما ديروا إعادة التوجيه للموقع الإلكتروني ديالكم باش تزيدوا في عدد تدفق ديال الوافدين وتحسنوا ترتيب المحرك البحث اللي هو سكون أبيل أن موتور دو ريغيرش. دونك دوينا على فيسبوك اللي هو أكثر استعمالا، دوينا على انستغرام لتقوية الصورة ديالكم والعلامة التجارية، دوينا على تيك توك وسناب شات وتويتش اللي عندهم واحد اقبال كبير اليوم عند الشباب. واتساب بيزنس اصبح عنده خاصيه ديال متجر الكتروني. بالنسبه للفيديوهات ديال اليوتيوب من اهم المنصات الاشهار وخلق المحتوى، لينكدين كي كتعرفوا وهو بالنسبه لكل ما هو مهني ورسمي.